مصر كبرت وخلتنا نفتخر أكتر ببلادنا، دي حبيبتنا وصاحبتنا، مصر دي أم الدنيا. الله عليكي يا بلادي، بقيتي أحلى من الماضي، ما كانش كلامنا عالفاضي، هتبقي يوم قد الدنيا. أيوة أنت اللي بنيها بكل ما فيها، حاميها، ربي يخليك ليها وتعيش وتعيش وتكبرها. أيوة أنت اللي حبيبها، ولا لحظة كنت سايبها، أيمن بتزيد خيرها وبيديك بيديك هتعمرها. هنا الجمهورية الجديدة، حلمك هيبقى حقيقة، على إيدك الأمينة حققت الوعد لينا. هتعيش يا مصر حرة، هتعيش ألف مرة، أجمل عروسة حلوة، عايشين عايشين الفرحة بيكي. اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده في برنامجكم هنا الجمهوريه الجديده. النهارده حلقه مميزه جدا، عشان هنتكلم النهارده عن الجمعيات التابعه للهيئه العامه لتعاونيات البناء والاسكان. ناس كتير بتدخل على الحلقات السابقه اللي عملناها مع الهيئه وكان عندها اسئله كتير. انا عندي مشكله في جمعيه، انا عضو ما استلمتش الشقه بتاعتي، مجلس الإدارة بتاع الجمعية اتحل وفي لسه مجلس إدارة جديد بيتكون، أنا هعمل إيه؟ طب أنا موقفي إيه؟ طب أنا هستلم ولا لأ؟ قررنا النهاردة نعمل حلقة مخصوص عن الجمعيات مع معالي اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. منورنا في الجمهورية الجديدة معالي اللواء. شكرا جزيلا يا فندم. عملنا حلقات كثيرة عن الهيئة وعن دورها والطرح العظيم اللي بتعملوه وعن المشاريع اللي بتنفذوها وعن الدعم اللي بتعملوه للجمعيات ودعم ملحوظ لأي مثلا جمعية متعسرة عندها مشاكل. دايما بتحاولوا ان انتوا تكونوا سبورت للجمعية، مش ان انتوا تبقوا ضد الجمعية. عايزين النهاردة نتكلم باستفاضة عن مجالات عمل الهيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هي الهيئة ليها أكتر من مجال، يمكن الموضوع البارز هو موضوع الإشراف الفني والمالي والقانوني على الجمعيات، والجمعيات دي رقم مش قليل، ده ما يقرب من 3500 جمعية. لكن في الحقيقة الهيئة لها أوجه تانية، يمكن في الحلقات السابقة يمكن كان لينا أكتر من لقاء في برنامج حضرتك، في الحلقات السابقة كنا يمكن بنتكلم عن دور الهيئة في الأنشطة الأخرى، يعني طرح إذا كان بقى طرح وحدات سكنية للمواطنين أو إذا كان في مزادات علنية للأراضي أو الجراشات أو المحلات للسادة المواطنين. الهيئة في الحقيقة لها أكتر من محور، يمكن هي حديثا يعني في الفترة السابقة ابتدت تفكر خارج الصندوق شوية وتزود من محورها. في محورين رئيسيين للهيئة، محور الجمعيات التعاونية اللي احنا هنتكلم فيه في حلقتنا النهاردة، والمحور الثاني هو محور إنشاء أو تخصيص أراضي للجمعيات. يمكن ده محور المحاور، هو تخصيص أراضي للجمعيات لإنشاء تجمعات سكنية، وده احنا بناخد يعني أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية. زي ما حضرتك عارفة إن الهيئة هي أحد هيئات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فاحنا بناخد أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية، بنصممها وبنرفقها وبنعمل لها طرق ومرافق صرف صحي وكهرباء ومية، وبنبتدي نعيد توزيعها على الجمعيات. الجمعيات دي بتاخد هذه الأراضي بسعر مخفض تقريبا 25%، وبتبتدي تكون أو تنشئ تجمعات سكنية لأعضاء. ده محور من المحاور. المحور الثاني إن احنا بننشئ تجمعات سكنية احنا، لأن في بعض الناس مش أعضاء جمعيات وبيبقوا عايزين إسكان يعني تعاوني. وخلينا نفرق بين الإسكان
يعني التعاوني والاجتماعي بالظبط. هل الهيئه بتبني المشاريع بقى اللي هي توفرها اللي هم مش عارفين يكونوا جمعيه؟ لا مش بالظبط كده. هو خلينا نقول ان احنا بنوفر ارض للجمعيه، الجمعيه بتتقدم للهيئه وبتاخد منها ارض ب يعني سعر مناسب وعلى اقساط ميسره لحد 7 سنين، يعني تدفع مقدم تقريبا حوالي 30 أو 35%، والباقي بيبقى على مدار 7 سنين. بتاخد الارض دي وبتاخد التصميم بتاعها، احنا بنبقى عاملين تصميم للمنطقه كلها، فبتاخد تصميم العمارات لان احنا عشان تبقى الهويه المعماريه وما يبقاش فيه تسوء يعني تلوث، ما يبقاش فيه تلوث بصري يعني بالزبط. عماره صفراء وعماره خضراء اولا عشان ما يبقاش فيه تلوث بصري، ثانيا الهويه المعماريه للمنطقه تبقى هويه معماريه محدده، حتى لو اخدها 30 جمعيه، حتى لو اخدها 1,000,000 جمعيه. يعني بيبقى الكومباوند كامل، بيبقى التجمع السكني كامل، كل جمعيه بتبقى ملتزمه بالواجهات وبالطراز المعماري، حتى التقسيمات الداخليه ومساحات العمارات بالتصميم الانشائي بكله. هل الجمعيه ممكن تختار عايزه مثلا 5 عمارات 7 عمارات، هل ده متاح للجمعيه؟ يعني مطلق الحريه بانها تختار، لكن احنا بنفحص. يعني ايه؟ يعني الجمعيه لها عدد اعضاء، واحنا من خلال الاداره المركزيه يعني لشؤون التعاون بنقدر نعرف يعني تاريخ الجمعيه وسجلها وقوتها. لازم يكون عندها رصيد يكفي، لازم يكون عندها اعضاء يكفي. يعني مش معقول جمعيه الاعضاء بتوعها مثلا 50 عضو وهو عاوز مثلا 10 عمارات والعماره حوالي 24 وحده، يعني حوالي 240 اكتر من اعضاء، يبقى هو كده هيعمل حاجه غلط. فاحنا لازم يكون في موائمه بين امكانيات الجمعيه والمساحه، هي تاخد المساحه اللي هي عايزاها طالما قادره انها تنفذ المشروع. ممتاز. فالجمعيه بتاخد الارض وبتدي تعمل عليها تجمع عمراني. ممكن احنا الهيئه بقى تبني وتخصص هذه الوحدات السكنيه للافراد، يعني ممكن فرد يجي يتقدم في للهيئه وياخد وحده سكنيه عادي جدا. واحنا بنعمل يعني قرعات علنيه يمكن كل سنه تقريبا قرعه او اتنين، ولسه احنا مخلصين قرعه سكنيه في الفتره اللي فاتت دي، كانت في القاهره الجديده واكتوبر وبدر والعاشر من رمضان والسويس. اي حد يقدر يعمل جمعيه، ينشئ جمعيه؟ اي حد يقدر ينشئ جمعيه طالما له صفه الفئويه. يعني ايه؟ يعني لازم المجموعه يكون بتربطهم فئويه معينه، وظيفه معينه او مكان معين او جهه معينه، والعدد ما يقلش عن 30. جمعيه صيادله، جمعيه مهندسين، جمعيه يعني لازم يكونوا نفس مهندسين، صيادله، اطباء، عاملين في مكان معين، عاملين في مصنع كذا، عاملين في قناه معينه، عاملين في برنامج معين، ايا كان. المهم بتربطهم هويه يعني هويه معينه، يعني يكونوا ممكن يكونوا قاطنين مكان معين. ممكن الجمعيه جمعيه الاسكان التعاوني لقاطني مثلا بنها، لقاطني حي كذا، ودي في جمعيات قاطني احياء معينه مثلا في الاسماعيليه، تقاطني الحي الفلاني. فالمهم ان يربطهم هويه ترابط، بس يعني في هويه معينه بتربط الجمعيه. عايزين نعرف جميع الاشتراطات اللي بناء عليها اقدر اكون جمعيه. زي ما قلت لحضرتك كده، اي مجموعه هو الحد الادنى لتشكيل جمعيه او تكوين جمعيه هو 30 عضو. 30 عضو بيختاروا ماكسيمم كام؟ الماكسيمم هي لحد دلوقتي مفيش حدود، لكن احنا في تعديل القانون الجديد بنحاول نعمل لها حدود عدد. يعني لان في جمعيات بيزيد الاعضاء بتاعتها عن 40 و50 ألف عضو. يعني في، انا مش عاوز اقول بال يعني، ان في احد جمعيات الاعضاء بتوعها 48 ألف عضو. ده كتير قوي، رقم كبير جدا. والقانون ما كانش الهويه اللي بتربطهم بقى هما دول جمعيه لبنك معين، يعني بنك ودي دول العملاء يعني بتوع البنك؟ لا موظفين البنك. موظفين البنك؟ اه. بس ده شيء عظيم ان ممكن البنك يعمل حاجه زي كده. هو في اكتر من بنك عامل جمعيه، وعايز اقول لحضرتك ان البنك المركزي كمان عامل جمعيه لدعم موظفينه. لدعم موظفينه، وده حاجه كويسه طبعا. جدا، لان هو يعني زي ما قلنا، هو الجمعيه دي يعني هدفها ان هي بتيسر وبتسهل للمواطن بمنتهى البساطه والوضوح. هو لو حضرتك حبيتي تشتري شقه في مكان معين، الشقه دي مثلا ب1,000,000 جنيه، وانا حبيت اشتري شقه ب1,000,000 جنيه، واكتر من واحد حاب يشتري شقه، لو احنا مثلا 20 واحد هنشتري 20 شقه ب20 مليون جنيه،
لو احنا بنينا العماره اللي فيها ال 20 شقه دي اكيد هتتكلف 10 مليون مثلا، نص الثمن. يبقى الشقه هتقف، يعني هتقف على حضرتك مثلا ب 500,000 او 600,000 وتقف عليا. هو التعاونيات كده بمنتهى البساطه. فهو الجمعيه التعاونيه لا تهدف للربح، يعني الجمعيه التعاونيه يلموا من بعض فلوس ويبنوا العماير المشاريع عشانهم، عشان يعني هو ده يعني فيما معناه نقولها باطار مثلا محدد. هو بيبنوا بفلوسهم، يعني هم بيدفعوا الاقساط، والاقساط دي الجمعيه بتاخد هذه الفلوس وبتسدد اقساط الارض، والباقي بتبني بيه. هل الهيئه هي المسؤوله عن توصيل المرافق؟ توصيل مرافق لايه؟ الارض المشروع. انا بدي قطعه الارض للجمعيه مرفقه. هو بيعمل، يعني هو بياخد قطعه ارض 10 فدان، بيعمل التصميم ويبني فقط، بيعمل المرافق الداخليه. التصميم بياخده مني، مكان العماره فين بالتصميم. لا، تصميم الشقق من الداخل. لا، انا اللي بديها له كمان. يعني حضرتك حاكمه عدد شقق في الدور، هو منفذ فقط. بينفذ بس. يعني بيجيب مقاول يبني له المشروع فقط. بالظبط كده، بالظبط كده. مش محتاج ولا استشاري هندسي ولا مش محتاج ده بيبقى اشراف. بيبقى لكن عنده ايوه بالظبط، اشراف مش بقى تصميم او كده، اشراف فقط. لكن هو انا عشان برضو، لان ممكن الجمعيه دي ما يبقاش ليها خلفيه هندسيه طبعًا. ممكن ما يبقاش يعني طبعًا. قادره يعني ايه تتابع وتعمل او تحصل على تصميمات منضبطه او سيف او امان. فلذلك احنا بنديهم التصميمات كامله متكامله بحيث هو ينفذ بس. فلما بينفذ وبيبقى المنتج يليق باعضاء الجمعيه. ازاي بتفرقوا ما بين جمعيه متعثره وجمعيه عندها مخالفه؟ ده سؤال مهم جدا، ويمكن في ناس كتير جدا ما بتقدرش تفرق بين الجمعيه المخالفه والجمعيه المتعثره. الجمعيه المتعثره احنا بنقف معاها، والجمعيه المخالفه احنا بنحاسبها. ايه الفرق بين المخالفه والمتعثره؟ اللي بيخلي حضراتكم تاخدوا قرار بان احنا هنحل المجلس، هنسقط العضويه، نسقط العضويه عن كويس. الجمعيه دي كويس. مجلس الاداره هو اللي بيدير الجمعيه. طبعا الجمعيه زي ما قلنا كده عددها 30 فاكتر، وبيختاروا منهم مجلس اداره بانتخابات، ومجلس الاداره ده بيدير الجمعيه. مجلس الاداره ساعات بيبقى له مخالفات. المخالفات دي بتظهر بطريقه من الاثنين، يا اما بشكوى من احد الاعضاء او من احد اعضاء مجلس الاداره، يعني احد اعضاء الجمعيه او احد اعضاء مجلس الاداره، او نتيجه التفتيش الدوري اللي الهيئه بتقوم بيه. لما بنلاقي مخالفه في مجلس الاداره على الجمعيه، المخالفه دي متدرجه، ممكن مخالفه يبقى مطلوب انهم يصلحوها. عايز يعني حضرتك تضرب لي مثل، ايه المخالفه اللي ممكن يصلحوها وايه المخالفه اللي ما تعديش؟ كويس. ممكن تكون في مخالفه اداريه، حد كان مطلوب له تخصيص وهم ما عملوش تخصيص، او مخالفه اداريه في سير العمل داخل الجمعيه، او تاخير شويه في تنفيذ المشروع، او عدم الانتظام في تسديد الاقساط. دي مخالفة مطلوب انها ممكن يتداركوها في خلال شهرين ثلاثة ويحلوا هذا الكلام عشان ما نسقطش عنها. ساعات المخالفة بتبقى مخالفة اكبر شوية، مخالفة ادارية اعمق شوية، في انه ايه خصص لناس عن ناس، انحاز لحد. المخالفة دي ممكن تستوجب ان احنا نحوله للنيابة الادارية. طيب في ساعات مخالفة مالية كبيرة، انه يكون مثلا صرف زيادة لمقاول معين النتيجة معينة او كده، او يعني هو اللي بيكون مشرف على فلوس الجمعية، يعني هو ليه حق ان هو يصرف. طبعا مجلس الادارة هو اللي بيمضي على الشيكات، وهو اللي بيصرف ليه يعني هو معاه فلوس جميع الاعضاء اللي بيحطوا فلوسهم. بالظبط، فلوس الاعضاء موجودة في الحساب، في خزنة، في حساب او ايا كان، هو ليه حق التصرف فيها، وهو اللي بيصرف. بيبقى المشرف المالي ورئيس مجلس ادارة الجمعية هما التوقيعين اللي بيبقى على الشيك اللي بيصرف بيه فلوس للمقاول. لا قدر الله حصل اختلاس، بنحوله طبعا للنيابه العامه. النيابه العامه طبعا، وبنسترد فلوس اعضاء. هو خلينا نقول الهيئه معنيه بمصلحه العضو، لان هو عضو الجمعيه، مش مجلس الاداره، بالعضو، مش مجلس الاداره، لان هو العضو هو الويك ممبر، او هو الـ 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 العنصر الاضعف في الجمعيه، لانه ما بيبقاش متابع. بيقولوا له احنا هتدفع كذا والقساط بتاعتك لمده كذا عشان تستلم الـ يعني الوحده بتاعتك. نظرا ان هو ما بيتخذش قرار، هو بيتقال له قرارات، هو له قرار واحد. وده على فكره يعني مهم جدا جدا جدا، الانتخاب. ويمكن عزوف بعض الاعضاء عن المشاركه في انتخابات مجلس الاداره بيؤدي لان مجالس الاداره قد لا تعبر عن راي الاعضاء، فلذلك لابد من مشاركة جميع الأعضاء في الانتخابات. ف
لان هو بعد كده بيجي العضو بيشتكي طيب من مجلس الاداره. انت اصلا ما انتخبتوش. اول سؤال انا بقوله له ما هو مجلس الاداره عضو مجلس الاداره ده حضرتك اللي جبته اختيارك. فيعني بعد كده طبعا احنا نقف معاه لكن بلومه لان هو مشاركته او المشاركه الايجابيه في الانتخابات طبعا لابد انها تفرز ما يعبر عن راي اعضاء مجلس الاداره. مظبوط. امتى لما يحصل مشكله نقول مثلا انا هسحب قطعه الارض دي واديها للجمعيه الفلانيه، هل بتعملوا كده؟ كويس، خلينا نقول نجيب الموضوع من الاول. الجمعيه بتاخد قطعه ارض، قطعه الارض دي بتاخد تصميمها والمفروض انها بتنفذ. المفروض ان قطعه الارض دي عليها اقساط، ممكن يكون واخد الارض دي من الهيئه، ممكن يكون واخد الارض دي من العاصمه الاداريه مثلا او من المحافظه او طيب لو واخد قطعه الارض دي هو له تعثر في الاثنين، يا اما مالي يا اما فني يا اما مالي وفني. يعني ايه؟ يعني يا اما هو ما سددش الاقساط بتاعته، يا اما هو ما نفذش المشروع، يا اما هو لا سدد الاقساط ولا نفذ المشروع. لما الجمعيه ما بتسددش الاقساط او تنفذ المشروع بتبقى متعثره، بنبعت لها انذار لان ممكن تكون عندها مشاكل او مجلس الاداره ده اهمل. فممكن نسقط العضويه، عضويه مجلس الاداره عن مجلس الاداره ده ويتم انتخابات لمجلس اداره جديد. طيب بيبقى عنده وقت وانذار تاني لو ما يعني ما استجابش وما سددش الاقساط اللي عليه وما اتحركش فيه المشروع، طبعا بنسحب وده من بدايه التعاقد واحنا قايلين في التعاقد معاهم كده عشان عشان هم من الاول يبقوا ياخدوا بالهم لو ما كانش كده بنسحب الارض ونخصصها لجمعيه تانية. ليه؟ لان هو اللي بيبقى مع الارض دي بيبقى حذف الفرصه عن جمعيه تانية انها تاخد ارض. والجمعيه التانية دي ممكن يبقى معاها ارض ومشروع وتدوها الارض اللي انتوا سحبتوها. اه طبعا طالما قادره تنفذ اعضائها. انا في الاخر عايز العضو ياخد يعني حتى لو ينفع ياخد اكتر من شقه. لا العضو بياخد يزودوا اعضاء الجمعيه وياخدوا مشروع جديد اوكي، لكن نفس العضو ياخد في اتنين مشاريع او ثلاثه او كده؟ لا العضو له وحده تعاونيه وله وحده شاطئيه مصيفيه. يعني له في يعني ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الوحده يسكن فيها، الوحده الثانيه الشاطئيه والمصيفيه دي مصيف بقى في اماكن معينه على البحر. يعني في مثلا يعني عندكم فين في الساحل؟ انا بس عايز اقول لحضرتك عندكم فين؟ انا عايز اقول لحضرتك الساحل الشمالي اساسه جمعيات. لا احنا هنتكلم في الحته دي دلوقتي. الساحل الشمالي اساس اعمار الساحل الشمالي واساس بنيه الساحل الشمالي او اساس بدايه الساحل الشمالي هو جمعيات. لذلك لو حضرتك تروح الساحل طول ما انت ماشي كده تلاقي ايه؟ مصيف جمعيه كذا كذا كذا. هو بيسموها طبعا اسماء دلوقتي يعني فرانكو عرب كده كذا مش عارفه ايه كذا طبعا، لكن هي جمعيات. اساس الساحل الشمالي جمعيات، ففي جمعيات عملت يعني منتجعات كويسه جدا وفي جمعيات تعثرت وفي جمعيات معاها الارض لحد دلوقتي. فالجمعيات اللي متعثره لازم الارض دي اذا ما كانش هي هتنفذ فيها، يمكن هو كان في قرار اللي هو تحسين اللي هو علاوه التحسين اللي بيدفعوها عشان الارض اللي هم اتاخروا فيها والكلام ده، لو ما نفذش بتتاخد الارض وتاخدها جمعيه تانية. لان هو احنا معنيين بان الجمعيه يبقى ليها لاعضائها وحده يسكن فيها وحده يصيف فيها، وده حصل في جمعيات كتير جدا جدا. بس كانت مفاجاه بالنسبه لي ان كمان في اراضي كمان في الساحل وان انا اقدر مثلا اخد قطعه ارض بسعر مناسب. عشان بس نوحد المفهوم وحدات. هو مفيش دلوقتي ارض احنا بنطرحها للجمعيات في الساحل. بس أنا حصل. حصل 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 امتى؟ بدايه الساحل الشمالي كانت جمعيات سنه 2000 وكام؟ لا مش 2000 وكام، يعني نقول 2000 يعني 2000 تقريبا 7 2008 كان اكتر الناس دي اخدوا بقى اراضي كتير من التعاونيات. كان كل الساحل الشمالي جمعيات. وخلينا نقول برضو ان يعني في تجمعات سكنيه في اماكن للجمعيات، اماكن كويسه جدا. يعني احنا عندنا في القاهره الجديده، في لؤلؤه القاهره الجديده دي كلها جمعيات. احنا بنينا في القاهره الجديده في لؤلؤه القاهره الجديده، لكن في جمعيات عامله تجمعات سكنيه ممتازه جدا جدا في القاهره الجديده، وفي اكتوبر وفي بدر وفي في العاشر من رمضان، برج العرب، اسيوط، اسوان، سوهاج، المنيا، بني سويف، كل دي ده كان تجمعات سكنيه تعاونيه. ايه الفرق ما بين السكن التعاوني والسكن الاجتماعي؟ السكن التعاوني هو احد انشطه التعاونيات
اللي بتطبق في أكتر من 150 دولة وبيمثل نموذج ناجح جدا جدا للاقتصاد الاجتماعي. وفي بيتم مشاركة منظمات المجتمع المدني في تحقيق الدولة لمخططات التنمية المستدامة. وفي الحقيقة هو يعني الإسكان التعاوني ده لا يحمل الدولة أي أعباء في موازنتها، لأن الإسكان التعاوني الجمعية هي اللي بتقوم بتنفيذ التجمعات السكنية دي من فلوس الأعضاء. هل الدولة أو الحكومة أو وزارة الإسكان وهي مثلا بتدي هيئة التعاونيات قطعة أرض مثلا بتديها أراضي مش مميزة في اللوكيشن، مش مميزة في المحافظة، مش كويس يعني كده من غير فيو، هل ده بيحصل؟ بمنتهى الصراحة لا. هقول لحضرتك، الهيئة، خلينا بس نقول الهيئة هي أحد هيئات وزارة الإسكان. وزارة الإسكان لها مهمة، يعني وزارة الإسكان والمرافق والمكتبات العمرانية لها مهمة، مهمتها معروفة، يمكن توفير مسكن مناسب للمواطن المصري أيا كان فئته. وفي الحقيقة هو احنا بناخد قطعة أرض، يعني ما مش موضوع الفيو الكلام ده داخل قطعة الأرض، احنا بناخد قطعة أرض من هيئة مجتمعات اللي هي تابعة لوزارة حضراتكم اللي بتختاروها، ولا الوزارة هي اللي بتخصص الأراضي دي؟ بيبقى في أكتر من قطعة أرض وإحنا بنختار، يعني هما ما بيفرضوش قطعة أرض، لا هتاخد دي، لأن هما بينظروا للتعاونيات، هو محتاج إن التعاونيات تنجح، لأن نجاح التعاونيات هو نجاح لوزارة الإسكان. نعم. وفي الآخر أنا بخفف عبء إن في مواطن عايز سكن، ما هو في الآخر وزارة الإسكان إحنا أحد أذرع وزارة الإسكان. صح. هي مطالبة انها تغطي طبعا، فهي وزارة الإسكان يهمها ان الهيئة تقوم بدورها وبتساعد في كده، لان الهيئة لما الهيئة لما تقوم بدورها بتخفف وطيئة وعب ان يبقى في مواطن عايز وحدة سكنية بقى من الإسكان الاجتماعي او بقى الإسكان المتوسط او كده. انا بقصد من كلامي ان هو لو اللوكيشن مميز وارض كويسة ومساحات عظيمة والتصميم هايل، انا ايه اللي يخليني اروح اخد قطعة ارض مثلا من الوزارة وابني عليها فيلا، او ان انا اروح اشتري واحدة من مطور؟ طب ليه ما انا اروح اعمل جمعية واوفر نص التكلفة اللي انا بدفعها واكتر من النص؟ طيب انا ليه هعمل كده؟ ما نسيب بقى جميع المشاريع اللي المطورين العقاريين بياخدوها من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، واتوجه للهيئة واعمل جمعية واخد ارض وابني الفيلل كويس وابني عماير. كويس، الكلام ده سؤال يعني منطقي جدا وواضح جدا، لكن خلينا نقول ايه، المنبر اللي هو هيقول انا عايز اعمل جمعيه ده لازم يبقى هو عضو في جمعيه هو عاوز نفس المستوى. يعني ايه؟ يعني هو رايح ياخد وحده سكنيه او فيلا او توين او تاون، يعني عاوز ياخد حاجه بمستوى معين في مكان معين. ممكن مجموعه من السيدات في نادي معين، مش عايزه اقول براند عشان ما يبقاش اعلان يعني، ويعملوا جمعيه. على فكره في بعض نوادي عامله جمعيات. طب اقول لحضرتك يعني عشان أقول نادي الزهور له جمعيه وعامل مشروع كويس جدا جدا، انا نفسي افتتحته لان المشروع ده كان متعسر، وكان رئيس مجلس الاداره يعني كان من ضمن الجمعيات المتعسره، ودخل لجنه الجمعيات المتعسره وساعدناه، وتغير مجلس الاداره، وفي الحقيقه بذلوا مجهود كويس جدا، و عمل خلصوا المشروع بتاعهم وتوزع، والارقام مش عايز اقول لحضرتك ان الشقه هناك في التجمع ب 400,000 جنيه. بكم؟ 400,000 جنيه متشطبه. ازاي؟ انا بقول لحضرتك اهو، ويمكن هم ممكن يكونوا سامعيني دلوقتي. اللي حضرتك وانا المشروع ده انا رحت افتتحته. اللي حضرتك بتقوله ده يعني مش هقول ان هو يعني كارثه، مش هقول كده. لا انا هو مش هقول كده. هو بس ده بلان بي للحصول على الوحده. لا هو كارثه من كتر ما هو عظيم يعني. شقة ب 400,000 وهلاقي مطور في نفس المنطقة بيبقى حالي ب 7 و8 مليون. بس خلينا بس عشان منطقي عشان نبقى محقين، بس الشقة اللي ب 400,000 دي هو واخد الأرض إمتى؟ ابتدى شغل إمتى؟ الفلوس دفعت إمتى؟ يعني برضو عشان أبقى محق ما بقاش بظلم المطور، هو لو خدها دلوقتي لو خدها دلوقتي مش هتبقى طبعا هتكلفه قد إيه؟ ممكن توصل ل 3 مليون نص سعر الشقه. طبعا ما احنا بنقول ان التعاوني لازم هيبقى، هل ده ما بيخلقش حجم تنافس غير عادل؟ لا هو مش تنافس، احنا بنقول بقى الجمعيه انا بعلنها اهو، اي فئه معينه بتربطهم هويه معينه
يعملوا جمعية وياخدوا أرض ويعملوا عليها تجمع سكن. ده تنافس غير عادل للمطورين. لا مش تنافس غير عادل للمطورين. ليه بقى؟ الهيئة بتدي قطعة الأرض بسعر مخفض للجمعيات، نعم أم لا؟ نعم. الوزارة بتدي قطعة الأرض للمطور بدون تخفيض في سعر طبعًا. الأرض طبعا لده طبعا. يبقى دي منافسة غير عادلة. لا منافسة، ما هو أخذ السعر هنا غالي وبيجيب استشاري هندسي يعمل له تصميم عشان يعمل المشروع فالكوست عنده غالي كويس. فطبيعي هيطرح الشقة بدل ب 3 مليون 6 مليون كويس. ولكن هنا في تسهيلات وتيسيرات، وبدل ما أنا هدفع 6 هدفع 3 وعلى أقساط. كويس، هروح للجمعية. المنافسة مش يعني احنا بننافس او بنقارن حاجتين غير بعض. الجمعية بتستهدف فئة معينة، الجمعية معمولة عشان توفير غير هادفة للربح. والمطور دي شغلته عشان يكسب. مع حضرتك انا كمواطن اروح للمطور ليه؟ ما هو حضرتك رايح للمطور عشان تاخدي فيلا، عشان تاخدي حاجه. انا ممكن اعمل فيلا. ماشي، لكن انا اصدقائي اللي رايح، ايوه اللي رايح لجمعيه رايح عشان يحصل على سكن مناسب لانه ما عندوش سكن يعني، وعايز يدفع اقساط. وبعدين انا هقول على حاجه، يعني اي فئه واي مجموعه بتربطه بفئه معينه يعملوا جمعيه واحنا تحت امرهم، ما فيش مشكله. احنا بنشجع كده كمان يعني، احنا بنشجع كده يعني، ما فيش مشكله خالص. انا شايفه ان دي رساله لمطورين كتير، وبعض المطورين مش كلهم، لان في مطورين كبار عندهم مشاريع عملاقه بتحاكي دول العالم وهادفه للربح وكل حاجه، ولكن في مطورين بيعملوا مشاريع صغيره. انت لازم تحط ده في الحسبان، ان ممكن انا اعمل جمعيه واروح اخد قطعه ارض بتسهيلات وسعر مخفض، وساعتها هيبقى منافسه غير عادله. اقول لحضرتك على حاجه، في بعض المطورين الشركات نفسها عامله جمعيه باسم الشركه، يعني في شركات، في بعض شركات عامله جمعيه، شركات تطوير عقاري، شركات مستثمرين، وفي شركات مقاولات كمان عاملين جمعيه لاعضاء بتربطهم هويه معينه. القانون ما فرقش، طالما بتربطهم هويه معينه يعني مسموح انهم يعملوا جمعيه. معالي اللواء، هنطلع فاصل مع مشاهدينا الكرام ونرجع نكمل حديثنا، وهنعرف ان شاء الله مع حضرتك عن اسباب المشاكل اللي بتواجه الجمعيات. مشاهدينا الكرام تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. هتعيش يا مصر حره، هتعيش الف مره، اجمل عروسه حلوه، عايشين الفرحه بيكي. مشاهدينا الكرام رجعنا معاكم، واحنا لسه مكملين حديثنا عن الجمعيات وعن هيئه التعاونيات للبناء والاسكان. معالي اللواء، سمعنا في الاونه الاخيره ان في مشاكل كتير بتحصل في الجمعيات، وفي مشاكل بتتحل، وفي مشاكل بتوصل ان مجلس الاداره هو اللي بيتحل ويكونوا مجلس اداره تاني. ايه اللي بيخلي الجمعيات بيحصل فيها مشاكل بالكم ده في الاونه الاخيره؟ في الحقيقه يعني خلينا نتكلم عن اسباب المشاكل، يعني اسباب المشاكل اللي موجوده في الجمعيات دي. يمكن من دراستي للجمعيات، يمكن اول ما توليت المسؤوليه من حوالي يعني ما يقرب من سنتين، لقيت ان في ثلاث يعني اسباب رئيسيه لمشاكل الجمعيات. خلينا نقول ان الجمعيات او الاسكان التعاوني بدا في سنه 61 وبتشكيل يعني الهيئه، وكان اسمها المؤسسه العامه التعاونيه للاسكان. سنه 65 اتغير اسمها، بقى اسمها المؤسسه المصريه التعاونيه للاسكان. سنه 71 بقى اسمها الاسم الحالي ده اللي هو الهيئه العامه للتعاونيات بناء الاسكان. وفي سنه 77 صدر القرار الجمهوري رقم 193 بتنظيم الهيئه العامه للتعاونيات بناء الاسكان هيئه اقتصاديه. طيب بدايه التعاون او الاسكان التعاوني في مصر بدا بدايه قويه جدا جدا، وكان بيشارك في حل الازمه السكانيه. ويمكن يعني الهيئه شاركت بجمعياتها في
في إعادة إعمار مدن القناة، يمكن حوالي 500,000 وحدة سكنية تم تنفيذها بواسطة الهيئة والجمعيات في مدن القناة بعد الحرب. توفر حوالي 10,000 وحدة سكنية فورية بعد زلزال 92، وده كان دور يمكن مؤثر جدا جدا في الإسكان التعاوني. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول إن كان الإسكان التعاوني ناجح جدا جدا جدا. حصل فترة أهمل فيها الإسكان التعاوني شوية، ويمكن هنقول الأسباب. أولا الإسكان التعاوني بيدار بقانون 14 لسنة 81، والقانون ده مش هقول فيه بعض العوار، ولكن فيه بعض المواد اللي بتحتاج لتعديل. القانون ده ما صدرش له لائحة تنفيذية، فلذلك كان بيعتمد على قرارات الوزارية في تفسير مواده، فكان في بعض المشاكل في المواد بتاعته اللي محتاجة بعض التعديل، نظرا لأنه بقاله يعني من 81 بنتكلم في حوالي 43 سنة. هي بقى اللي بتتيح مجال للمشاكل وكده؟ هقول لحضرتك يمكن على سبيل المثال، طبعا بتتيح، يمكن ده سبب رئيسي جدا، ان في بعض المواد، في بعض القرارات الوزارية اللي محتاجة كانت تتغير. السبب الثاني من اسباب يعني مشاكل الجمعيات هو طول فترة اعضاء مجلس الإدارة، كان الفترة مطلقة، فكان اعضاء مجلس الإدارة ساعات بيوصلوا ل 30 سنة واكتر، 30 سنة عضو مجلس إدارة. يعني هي انتخابات مرة واحدة؟ لا، انتخاب هي المدة 5 سنين، فانتخاب 5 سنين وبعد كده انتخاب تاني 5 سنين، فخمس سنين يعني بقاله 6 فترات. برضو عشان أكون محق، السبب الثالث الرئيسي هو قلة الرقابة. قلة الرقابة طبعا. في الحقيقة يعني نظرة القيادة السياسية يمكن من 2014 خلينا نقول كل مؤسسة الدولة بقت تفكر خارج الصندوق، وكان في توجه بالقيادة السياسية بالاهتمام بالتعاونيات بصفة عامة وبالإسكان التعاوني بصفة خاصة. احنا خدنا الملف ده طبعا، ويمكن لما ذكرنا عليه حاولنا نشتغل فيه الثلاث محاور. اول محور طبعا ان تم تفعيل الدور الرقابي للهيئة، وتم تنشيط يعني الإدارة المركزية لشؤون التعاون بمرور دوري ولجان دورية وتفتيش دوري وفحص للجمعيات. ده بالنسبة للرقابة. طيب بالنسبة لي طول فترات مجلس الإدارة، الحمد لله قرار وزاري تم استصداره بتحديد مدة أعضاء مجلس الإدارة للجمعيات بثلاث مدد فقط، يعني 15 سنة، ودي مدة كبيرة جدا وتكفي، يعني ثلاث مدد وبعد كده لازم يتغير مجلس الإدارة. الجزء الثالث بقى، وده اللي خليته لآخر حاجة، هو القانون و القرارات الوزارية. القانون في الحقيقة تم تشكيل لجنة وزارية بتعديل القانون، هما 96 مادة. القرار ده قرار 693 لسنة 2023، و اشتغلنا في المواد دي، وكان في أعضاء من القانونيين من مجلس الدولة والجهات المعنية، بحيث نقدر نناقش مادة عشان يتعدل. ويمكن 96 مادة احنا راجعناهم من منطلق خبرتنا والتجارب اللي شفناها، وعملنا المقترح اللي ان شاء الله قريب هيبقى في مجلس النواب للمناقشة، وخلصنا الحمد لله 96 مادة. قرارات الوزارية في الحقيقة لما تعرض الموضوع على سيادة الوزير، تم استصدار حزمة من القرارات الوزارية لتقويم وتعديل بعض نقول النقط اللي كانت محتاجة تتعدل. وخلينا نقسم هذا الكلام أو هذه القرارات الوزارية لنوعين: نوع لإحكام الرقابة على الجمعيات، ونوع تاني لتسهيل العمل في الجمعيات. نظرا للرقابة دي الهيئة. الهيئة. الهيئة فقط. الهيئة رقابية تانية على الجمعيات غير الهيئة والاتحاد. خلينا نقول الاتحاد هو رأس منظومة الجمعيات، يعني الجمعيات التعاونية هي جمعيات تعاونية
فوقيها شويه جامعات مشتركه، فوقيها شويه للاتحاديات، وبعدين فوقيها شويه للاتحاد. الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي هو راس المنظومه التعاونيه اللي فيها الجمعيه. ممكن نقول عليه جمعيه كبيره شويه بيرقص. ممكن هو راس جمعيات. هو راس منظومه الجمعيات. ولكن الهيئه بتراقب برضو الاتحاد. خلينا نقول الاتحاد هو الرقابه الشعبيه على الجمعيات، لكن ممثل الدوله في الرقابه على الحكوميه منظومه الاسكان التعاوني هو الهيئه. طيب ال 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 في الحقيقه كان في مشاكل كتير جدا في الجمعيات، فالقرارات اللي هي الوزاريه قسمتوها لجزئين. لجزئين يعني بالظبط، رقابه على الجمعيات ومجموعه من حزمه من القرارات الوزاريه للتسهيل على الجمعيات المتعثره. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال وليس الحصر، كانت في الجمعيات طبعا احنا عارفين كلنا التعويم اللي تم في 2016، فكان في القانون رقم 84 لسنه 2017 بالتعويضات عشان الناس اللي كانت تعاقدت على السعر القديم وتحرير الصرف والكلام ده، فصدر قانون التعويضات اللي هو 84، فصدر القرار الوزاري 714 لسنه 2023 بتطبيق قانون 84 لسنه 2017 اللي هو قانون التعويضات على الجمعيات، لان كان في مقاولين او شركات بتنفذ مشروعات في الجمعيات، فلما حصل التعويم مش عارفه تكمل المشروع. مش عارفه تكمل، فابتدينا نعمل هذه اللجنه، واللجنه دي لجنه راقيه جدا، فيها الهيئه وفيها عناصر من الاتحاد وفيها الرقابه الاداريه، هي اللي بتحدد المبلغ اللي هو التعويض اللي بياخده المقاول. بالظبط، بنطبق هذا القانون، وعملنا كمان دورات تدريبيه للجمعيات والمكاتب الاستشاريه اللي بتشرف على المشروعات بتاعه الجمعيات والمقاولين، لو عايزين بنعملهم دوره تدريبيه بنديهم النماذج بحيث يقدر يعمل تعويضات. طب ده تم. طب في جمعيات صرفت، عملنا كام دوره؟ تقريبا دورتين او ثلاث دورات، وفي الدوره الرابعه شغاله لجمعيات بتاخد تعويضات. يمكن في جمعيات ما تعرفش هذا الكلام طبعا، ان هو بقى يخضع لقانون التعويضات، وان لو عنده في مشروعات فيها تعثر وعاوز يدخل الشركه دي هو ما بقاش عارف يصرف لها، فبيجي يتدرب عادي جدا جدا، والقرار الوزاري 714 لسنة 23 أفاد بأن نطبق القانون رقم 84 لسنة 2017 الخاص بالتعويضات. ده يخليني أقول قولا واحدا أن الهيئة بتدعم وبتساند الجمعيات المتعثرة طبعا شكلا وموضوعا. ما ده يخليني أقول لحضرتك إيه؟ القرار الوزاري 1003 لسنة 2023 بتشكيل لجنة للجمعيات المتعثرة فيها الهيئة والرقابة الإدارية، وتم عرض الجمعيات المتعثرة وتم حل مشاكل الجمعيات المتعثرة. ولو بقى في جمعية فيها اختلاس، لا ده جمعية مش متعثرة بقى، متعثرة جمعية مخالفة. طبعا فيها اختلاس بيحال الموضوع للنيابة العامة، وبتاخد إجراءاتها، وساعات مجلس إدارة ده بيتحبس. ليه بقى ما بتكونوش بعدها مجلس إدارة تاني؟ ليه بتسحبوا قطعة الأرض؟ لا ما بنسحبش قطعة الأرض، احنا بنسحب قطعة الأرض لما بيبقى هو متعثر مالي وفني ومش قادر يسدد. يعني بس مجلس الإدارة لو عنده مشكلة ما بتسحبوش الأرض، بتسيبوهم يكونوا مجلس إدارة تاني ويكملوا مدام المشكلة مش في قصات الهيئة وحجم الإنشاءات اللي المفروض يعملها، الحاجات اللي هي في قانون الهيئة. بالظبط، لو هو على فكرة التعاقد قبل كده، يعني هنكمل النقطة دي وارجع للقرارات الوزارية اللي هتهم يعني كتير من السادة المشاهدين. الجمعية لما بتبقى متعثرة مجلس الإدارة خالف، أنا ما بعاقبش الأعضاء، مجلس الإدارة فقط، مجلس الإدارة خالف، فأنا ما ببقاش عاوز أعاقب الأعضاء، فبنحل أو بنسقط العضوية يعني مجلس الإدارة وبنتخب مجلس إدارة جديد. مجلس إدارة جديد لو مش قادر بقى يسدد الأقساط وما اشتغلش بنضطر نسحب قطعة الأرض. لكن هو إحنا معنيين في الآخر بمصلحة الأعضاء. خلينا نقول كان في مشاكل برضو، في بعض مشاكل للجمعيات، ففي الحزمة بتاعت التسهيل على الجمعيات برضو القانون هو إيه اللي كان فيه أو في قرارات الوزارية وإيه اللي عدلناه. تخيل حضرتك إن كان في مادة زي المادة 27 بتسمح لمجلس إدارة الجمعية من خلال الجمعية العمومية، يعني الجمعية العمومية يتصرف في الديون والممتلكات بتاعت الجمعية. بمعنى إن لو في هو في دين للجمعية عند حد أو في أملاك للجمعية، فمن خلال الجمعية العمومية دي المادة 27 صريحة إن الجمعية العمومية هي
صاحبة القرار في التصرف في مشكلة كبيرة جدا. مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني أنا مثلا لو عليا إقساط يقول لي خلاص أنا سامحتك مش بيعتبرها ديون. اه ممكن اه مش خلاص تمام. ولو أنا مثلا عايز حاجة معينة أو كده برضو أخدها من خلال يقول لك آه الجمعية العمومية هي اللي قالت وهي صاحبة هي صاحبة القرار الوحيد. طبعا ده الموضوع كان مطلق كان صعب جدا. طيب من ضمن تعثر الجمعيات او تعثر المشروعات في الجمعيات ايه؟ ان في ناس بتسدد اقساطها وفي ناس ما بتسددش اقساطها. فما كانش في قانون بيقول ان تسديد العضو لاقساطه في مواعيدها هو محدد من محددات اولويه التخصيص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو احنا حاجزين في مشروع معين في الجمعيه وانا فاهم القانون فما بسددش الاقساط وحضرتك بتسدد الاقساط، لكن رقم عضويتك في الجمعيه قبلي، حضرتك تاخدي الوحده قبلي عشان الرقم العضويه. حتى عشان الرقم لو العضويه كان مش دفع اقساطي كان القانون كده، كان قرار وزاري بان المحدد في اولويات التخصيص هو رقم العضويه. رقم العضويه. فطبعا ده كان بيخلي ايه بقى الناس اللي قاريه القانون ده هتتعامل ضد الجمعيه والمشروع ما يتمش. ليه طبعًا ما يتمش؟ لان الناس ما بتدفعش. لانه هيقول لك انا ادفع ليه؟ ما انا اجي قبل التخصيص وادفع. وكان في ناس كتير بتعمل كده. فطبعا تم استصدار قرار وزاري 626 لسنة 2024 ده حديثا، ده السنة دي. ده السنة دي. القرار ده بيقول ايه بقى؟ ان الانتظام العضو في تسديد اقساطه في موعدها هو المحدد الرئيسي في اولويات التخصيص. ممتاز. المحدد الرئيسي. ممتاز. طيب كان زمان الجمعية العمومية للمنتفعين عشان تعقد لازم يتبعت خطابات ورقية. فتخيل بقى جمعية من الجمعيات اللي كنا لسه بنتكلم عليها عندها 47 ألف أو 50 ألف عضو، تبعت لهم بس جوابات، يعني حوالي 1.5 مليون عشان يعمل جمعية عمومية. تمام. ففي الحقيقة من قرار وزارة 26 ده إن الجمعية العمومية للمنتفعين سواء في المشروع ممكن من خلال النشر في مجلة برج التعاون أو الموقع الرسمي للهيئة مع رسالة على موبايل العضو. أوفر بكتير. وطبعا ما كانش فيه زمان التكنولوجيا، ما كانش فيه الهيئة التكنولوجيا دي، موبايلات والحاجات دي. فتمام. ماشي. لكن دلوقتي فيه الخطابات الورقية دي، ممكن تبقى خطابات ورقية هو هيعمل جمعية عمومية للانتخابات مثلا. تمام. فالخطابات الورقية دي هو عاوز ناس معينة تيجي، ابعتها لناس وناس لأ؟ لا، ناس لأ هبعت لها برضو خطاب ورقي ومسجل علم الوصول، لكن جواه تهنئة. ما هو أنا إيه اللي عرفني إيه اللي جواه؟ هو بس القانون بيقول إن هو بعت لفلان الفلاني خطاب مسجل بعلم الوصول، بس بعلم الوصول أيا كان إيه اللي جواه إحنا مش عارفين. هو ما يعرفش إيه اللي جواه، لكن أنا كده بقول ولو إيه؟ ولو أنا كعضو ما حضرتش بقى الجمعية العمومية، ما هو في انتخابات، ما هو مش عاوز حضرتك تحضري لانك أيوة هتختاري حد معين. انا لو ما حضرتش ده ما ياثرش على الانتخابات؟ لا، اللي حاضرين هينتخبوا، لكن عدم وجودي ما ياثرش ان الانتخابات تحصل او ما تحصلش. لا، هياثر في ايه بقى؟ في نوعيه اللي هنختاره. تمام. كان الاول الاعضاء لو اقل من 200 يبقى ممكن يمضيهم او يبعت لهم خطابات ورقيه. احنا قلنا عدلناها خليناها 50، بحيث لو هم 50 واحد ممكن ما يبعتش ولا اي حاجه، يا اما خطابات يا اما يمضيهم، لان 50 واحد ممكن يمضوا بالعلم فما يبقاش فيه اي حاجه. صح. الحاجه اللي بعد كده يبقى فيه ابلكيشن. الابلكيشن ده بيقول ان الرساله اللي نصها كذا اتبعتت لفلان وصلت له في الوقت الفلاني وهو قراها في الوقت الفلاني، فبنعرف نص الرساله وراحت امتى واتقرت امتى. طب ده كويس جدا ان احنا هنعرف نص الرساله، عنده معلومات بالظبط ولا لا. طيب في قرار وزاري تاني 551 لسنة 24. القرار ده جميل جدا. كان قبل كده عشان اخصص ارض لجمعية، ويمكن في ناس ما تعرفش الموضوع ده، كان لازم تبقى تاخد 5 عمارات، فبيبقى حوالي 2.5 فدان. ففي بعض الجمعيات الاعضاء بتاعتها ما هو 5 عمارات دي يعني حوالي 150 واحد ولا حاجه. في بعض جمعيات مثلا اعضائها 30 40 واحد، فمش عاوزين الكلام ده، فبيضطروا يعملوا ايه؟ جمعيه مشتركه. يبقى في جمعيه تشترك مع جمعيه تانية. الجمعيه المشتركه دي بتعمل مشاكل بين الجمعيات. طيب
يا اما ياخد ارض مخصصه لخمس جمعيات. ففي الحقيقه طلع قرار وزاري 551 بان ممكن تخصيص ارض لبلوك واحد بدايه من عماره بلوك واحد العماره او اثنين او ثلاثه ايا كان طبقا للبلوك. يعني ممكن ياخد عماره واحده فقط على قد احتياجه. على قد احتياجه. ده ما كانش متاح قبل كده، وده كان بيخلي جمعيات مش قادره تاخد مشاريع او اراضي أو مشاريع. بالاضافه لكده كمان انا اقدر ادي الجمعيه عماره كامله وهو يوزعها على السكان، يعني مش لازم هو يبني، ممكن تبقى الجمعيه مش قادره تبني بنيه بالظبط، الهيئه بنيه عماره بنيه عمارات ممكن تديها الجمعيه بالظبط باسعار برضو مناسبه وفيها اسعار مناسبه. بس يعني بس باسعار الايام دي يعني اكيد اقصد يعني برضو زي ما هي بتديها بتسهيلات و اقول لحضرتك على حاجه، انا بدي الجمعيه اقل ما انا بدي اقل ما انا ببيع وبديها بقسط. يعني انا بدي الجمعيه اقل ما انا ببيع للمواطنين عشان اشجع الجمعيه واحافظ على الهويه التعاونيه. فانا لما بدي للجمعيه بديها اقل من يعني اقل ما انا بدي للمواطنين. الملكيه التعاونيه هي ملكيه من ثلاث ملكيات في مصر، يعني الماده 33 في الدستور مش في القانون، في الدستور بتنص على ان الدوله بتحمي الملكيه بانواعها عامه خاصه تعاونيه. فالتعاونيه هو المحور الثالث الملكيه، يعني الملكيه يا عامه يا خاصه يا تعاونيه. ده نص الماده 33 من الدستور المصري. فالموضوع طبعا يمكن يعني احنا طبعا شايفين في الفتره السابقه يمكن حديثا، احنا زي ما قلت لحضرتك كده احنا من 2014 ونظره القياده السياسيه يعني للتعاونيات بصفه عامه بقى فيها اهتمام، بقى فيها اهتمام والاسكان التعاوني بصفه خاصه. لكن يمكن حديثا احنا عندنا على فكره في مصر خمس اوجه للتعاونيات، يعني يمكن احنا عندنا تعاونيات زراعيه استهلاكيه انتاجيه مائيه وثروه سمكيه اسكانيه. يمكن في ناس تعرف ان في زمان بقى الناس الكبيره عارفه ان كان في جمعيات التعاونيه الاستهلاكيه ايوه، لكن يمكن حديثا احنا بنحاول يبقى في نهضه شويه في التعاونيات دي لانها بتمثل برضو ايه يعني اقتصاد اجتماعي. وده على فكره مش في مصر بس، ده في دول كثيره، ده في دول كثيره جدا جدا. يعني الحلف التعاوني الدولي هو اصلا التعاونيات دي نشات في انجلترا، وهي على فكره سنه كام؟ 1895. وده كان نشاه الحلف التعاوني الدولي في 1895، وهي على فكره التعاونيات دي راس ماليه وليس اشتراكيه، عشان الناس بس ما التعاونيات راس ماليه وليس اشتراكيه. وفي 1895 بمعنى ان هو تكوين لناس او مجموعه معاها فلوس قليله عشان تعمل مشروع وده معين. بيعود على الاقتصاد بشكل طبعا كبير. لانه لا يكلف الدوله اعباء ماليه خالص. انا عايز اقول لحضرتك 43% من الدخل القومي في كينيا تعاونيات، 12% من الدخل القومي لكوريا تعاونيات. معالي اللواء، احنا عملنا مع بعض حلقات كثيرة عن الهيئة، وعلى مدار كمان سنة ونص، يمكن داخلين في سنتين كمان، عايزة اقول لحضرتك لأول مرة على اللي انا بشوفه على ارض الواقع ومع حضرتك في الهيئة ومع الجمعيات ومع الناس في المشاريع وفي التسليمات وفي الحاجات اللي بنحضرها على ارض الواقع. حضرتك عملت انجازات بجد تستحق فيها التحيه والتقدير، ومش شكرا. بجامل حضرتك، ده حقك. شكرا. حضرتك عملت نهضه حقيقيه في الهيئه بشكل كبير. يكفي ان في مواطنين كثيره وناس يعني سواء بقى مهتمه بالتعاونيات او لا ما كانتش تعرف اساسا المجالات اللي الهيئه بتعمل فيها. حقيقي. مش عارفه دور الهيئه، مش عارفه الهيئه بتقدم ايه للمواطن، مش عارفه ايه الفرق ما بين سكن تعاوني وسكن اجتماعي. طب انا اخد ازاي مثلا وحده؟ حضرتك حتى بتطلع بنفسك. خلينا بس اقول نقطتين في الحقيقه. هو انا متشكر طبعا لحضرتك والثناء ده، لكن هو ده يعني حق واجب، يعني هو حق المواطن واجبي، اللي غير كده هو اللي غلط.
فهو انا موجود عشان احل الناس دي مشاكلها مش العكس. دي النقطه الاولى. فهو ده حقهم وده واجبي، فهم بياخدوا حقهم وانا بعمل واجبي. النقطه الثانيه هو انا ما بشتغلش لوحدي، ففي الحقيقه يمكن من خلال برنامج انا بتقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل لكل من يعمل في الهيئه، لان في الحقيقه انا يمكن في الفتره اللي فاتت ضغطت عليهم شويه، ممكن ما يكونش ده مجاله، لكن انا في الحقيقه يمكن في خلال الفتره اللي فاتت انا عايز اقول لحضرتك، لما يبقى في ناس بتقعد للساعه 9 و10 و11 بالليل في ايام يعني بس رجاله حضرتك خليه نحل، وبنشوف واحنا عند حضرتك سواء بنصور بقى في المكتب او في الهيئه الناس بتشتغل بحب. في الحقيقه هو وانا في الحقيقه احنا اسره واحده في الهيئه، فانا يعني انا بشكرهم، وانا ما كانش ليا ان انا احقق اي نجاح للهيئه ولا اقدر اقوم بدوري بدون رؤساء الادارات المركزيه، النايب، المستشارين، كل مديرين العموم والمديرين وكل موظفين الهيئه. خلينا نتكلم بقى عن الطروحات اللي الهيئه عملتها في الايام السابقه، وسواء بقى اراضي او وحدات سكنيه. تمام. هي في الفتره اللي فاتت في الحقيقه الهيئه كان ليها حاجتين، كان في مزادات علنيه هي بتعملها، وكان في قرعه علنيه. احنا يعني طرحنا في الفتره اللي فاتت في خلال سنه 24 قرعه علنيه كانت لوحدات سكنيه في القاهره الجديده، اكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، السويس. تقريبا حوالي كانوا 194 وحده، والحمد لله كلهم يعني تم تخصيصهم زي ما قلت لحضرتك كده بنظام القرعه العلنيه. عملنا اكتر من مزاد، عملنا حوالي 4 مزاد في الفتره اللي فاتت دي، في شهر 5 و6 9 10، وفي مزاد ان شاء الله هنعمله في شهر 11. الفتره اللي فاتت دي طرحنا اراضي كانت سواء كانت تجاري او اداري، أراضي مخصصة لمدارس ومستشفيات ووحدات صحية، طرحنا جراشات، طرحنا محلات، طرحنا وحدات يعني سكنية استثمارية، طرحنا وحدات إدارية. على مدار المزادات اللي فاتت دي يمكن احنا مخططين في الفترة، المزادات دي كانت طبعا في القاهرة الجديدة وفي أكتوبر، في المنيا، أسيوط، أسوان، برج العرب، بدر، العاشر من رمضان. الهيئة محكومة بعدد من الطروحات؟ لا خالص. مثلا في الشهر، في السنة؟ لا خالص. أنا في الحقيقة دوريا يعني بنعمل، أنا بحاول يعني سنويا يبقى في يعني قرعة أو اتنين للوحدات السكنية للمواطنين، والمزادات بنعمل حوالي من 3-4 مزاد. المزادات دي بنطرح فيها يعني حاجات مختلفة، يمكن احنا لسه مخلصين مزاد الشهر اللي فات، وفي ان شاء الله مزاد في شهر 12 يعني يمكن ما اعلنش عنه، بس احنا بنقول هو في يعني في شهر 12 وهيبقى يعني مطروح في على موقع الهيئة. هيبقى في اراضي يعني تجارية واراضي ادارية، وهيبقى في ارض مخصصة لمدرسة دولية. يمكن احنا عندنا في اكتوبر في ارض اداريه تقريبا حوالي 2700 متر، وفي عندنا في بدر ارض برضو مخصصه لنشاط اداري، وفي في العاشر من رمضان قطعتين ارض، قطعه ارض نشاط اداري وقطعه ارض نشاط تجاري، وفي عندنا في المنيا الجديده ارض مخصصه لمدرسه دوليه. ان شاء الله المزاد ده هيبقى في شهر 12. في عندنا كمان جراشات ومحلات، في جراشات هنعرضها ان شاء الله بنظام المزاد العلني في القاهره الجديده، وفي عندنا محلات هتعرض برضو بنظام المزاد العلني في نفس الشهر، في الهضبه الوسطى والهضبه السفلى في المقطم وفي الشيخ زايد. حضرتك معودنا ان احنا لينا خبر اكسكلوزيف في هنا الجمهوريه الجديده، انا عايزه خبر حضرتك ما اعلنتش عنه قبل كده وما كنتش ناوي تعلن عنه دلوقتي. ان شاء الله في شهر 1 أو 2 هيكون في قرعه علنيه على وحدات سكنيه، يمكن ناس كتير جدا كانت منتظره وحدات سكنيه في القاهره الجديده. احنا بنعلن هيبقى في وحدات سكنيه في عماره مميزه يمكن الاكثر تميزا في القاهره الجديده كلها، ان شاء الله هتكون في شهر 1 أو 2، وهيكون في برضو وحدات في اكتوبر وفي بدر والعاشر من رمضان. بنظام القرعه، بنظام القرعه العلنيه واقساط ان شاء الله. ان شاء الله. معالي اللواء حضرتك نورتنا وسعيده بلقائنا، ودايما لقاء حضرتك بيكون مثمر وفيه معلومات تهم المواطن،
وتهم أعضاء الجمعيات بالأخص. بشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا، شرفت بحضرتك وبالسادة المشاهدين. ميرسي يا معالي. مشاهدينا الكرام، بكده خلصت حلقة قوية جدا مع معالي اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. كانت حلقة مميزة جدا، وعرفنا إزاي نحل مشاكلنا في الجمعيات وإزاي نتجنب المشاكل، ولو أنا جمعية متعسرة الهيئة هتدعمني وهتساندني لحد ما سلم المشروع. إلى اللقاء ودمتم آمنين. مصر كبرت وخلتنا نفتخر أكتر ببلادنا، دي حبيبتنا وصحبتنا، مصر دي أم الدنيا. الله عليكي يا بلادي، بقيتي أحلى من الماضي، ما كانش كلامنا عالفاضي، هتبقي يوم قد الدنيا. أيوة أنت اللي بنيها بكل ما فيها، حاميها ربي يخليك ليها، وتعيش وتعيش وتكبرها. أيوة أنت اللي حبيبها، ولا لحظة كنت سايبها، أيمن بتزيد خيرها، وإيديك بإيديك هتعمرها.